دكتورة سلمان العرادة. أولاً بمناسبة 25 أبريل العيد القومي لمحافظة شمال سيناء، هذا اليوم هو يوم عزيز على قلوب المصريين جميعاً وأبناء سيناء خصوصاً بعودة الأرض إلى السيادة المصرية، وكان هناك انبساط وفرحة كبيرة عارمة بتوقيع اتفاقية السلام وعودة الأرض بعد نصر حرب أكتوبر المجيدة. أرض رجعت كاملة إلى السيادة المصرية، شبه جزيرة سيناء بالكامل. أما عن الأحداث التي مرت، شقيق لاثنين إخوة وعمي من أحد المجاهدين في جمعية أبناء سيناء وحاصلين على نقطة الامتياز، وآخرهم في الرموز البطولية الشهيد المدني سلام عرادة الذي استشهد وهو يناضل على أرض محافظة شمال سيناء أثناء حرب 6 أكتوبر، وقام بأعمال بطولية كثيرة على أرض هذه المحافظة. قام بنسف شريط سكة الحديد اللي في العريش أثناء حرب أكتوبر لقطع الإمداد وتخفيف الضغط على الجبهة المصرية، كما قام أيضا بنسف قرية يميت بوضع الألغام فيها وتدمير قرية يميت، كما أيضا قام بأعمال بطولية على خط البحر المساعيد بزرع عبوات ناسف للألغام على طريق البحر لأحد الدوريات الإسرائيلية التي كانت تمر على طريق ساحل البحر، وأنا رافقته شخصيا وأعرفه، كنت أنا يعني أصغر منه سنا، كان بيشتغل من منظومة وحصل على نقطة الامتياز من الدرجة الأولى. البطل كان يعمل خدمات معاونة في مدرسة الخروبة الابتدائية في قرية الخروبة، أحد القرى مركز مدينة الشيخ زويد. لم يصل إلى مرحلة التعليم إلا المرحلة الابتدائية فقط، وكان يعمل خدمات معاونة في المدرسة الابتدائية بقرية الخروبة. هو يعني للأسف ترك ابنه وحيد وتوفى بعد ذلك، يعني أسرته ما كانش لي حد. هو كان قبل وفاته يمكن بأيام كان يعني بيفكر يقول يعني أني مش هطول كثير في العمر، كان يشعر في العمليات الخطر التي يقوم بها، وكان معرض حياته للخطر تماما، واستشهد في أثناء وهو يزرع عبوة في محطة البنزين بجوار مستشفى العريش حاليا، واستشهد في العبوة، تم إطلاق الرصاص على اللغم والعبوة انفجرت وتوفي في الحال.